كاس البطولة تكفل بها الاتحاد الخليجي لكرة القدم، واعلن عن قيمة الجوائز وسوف يعني يتم توزيعها بعد الانتهاء من البطولة، على اعتبار ان هناك يعني تحديد المراكز التي سوف تحقق المراكز الاولى، طبعا المركز الاول المركز الثاني المركز الثالث، واللي حدد الاتحاد الخليجي الكاس. طيب قيمة الجوائز بالنسبة لصاحب المركز الاول والثاني والثالث؟ يعني كانت مليون دولار المركز الاول، واعتقد 750 500. شكرا.